لا شك أنه هذا يعني كرم من سعادة أو من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حقيقة، وحرص ومسؤولية اتجاه القضية الفلسطينية. ولا أخفيك سرا أنه يعني أول مرة تحدث لنا في هذا الموضوع عندما قابلته لتقديم أوراق الاعتماد، وتحدث بشكل صريح وواضح بأنه لديه يعني تجربة ولدى الجزائر تجربة في لم شمل الفصائل العمل الوطني في الجزائر، وهذه التجربة يجب أن يستفيد منها الشعب الفلسطيني. وجدت لديه حرص كبير، نقلت هذه الرسالة للسيد الرئيس محمود عباس، وكان لقاء في أثناء الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس أبو مازن عندما التقى الرئيس عبد المجيد تبون وقدم المبادرة، ووجد كل ترحيب من السيد الرئيس محمود عباس. ونحن نثق بأن الجزائر قادرة أولا بحكم تجربتها، بحكم مسؤولياتها، بحكم حرصها، بحكم الدور الكبير المناط بالجزائر، بحكم مكانتها ونفوذها وتأثيرها على الجميع. وبالتالي نحن كلنا ثقة وأمل بأن تنجح هذه المبادرة. ترمومتر HC700، قياس دقيق لدرجة الحرارة وعلى بعد 10 سنتيمترات، يتميز بالدقة وسهولة الاستعمال. العلامة السويسرية، متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك.